وأولى فقراتنا حنروح فيها للمساحة الطبية، وكونه كنا عم نحكي اليوم على تغير الفصول، اليوم في كتير ناس تشعر ببعض المغص ببطنها بسبب درجات الحرارة اللي انخفضت بشكل كتير مفاجئ، ولكن اليوم ضمن فقرتنا رح نضوي على آلام المغص عند الأطفال وخاصة طلاب المدارس. بنلاحظ كتير أنه ببداية الفصل ببلش شكوى عند الطلاب بمغص بالبطن، وهذا الحالة بتشكل قلق عند الأهل وعند الطالب نفسه، ممكن تكون منشأة نفسي، ممكن يكون فيروسي، يمكن يكون هذا الطالب بحاجة للاهتمام، ودائما نحن بنتذكر بجوز رهبة المدرسة بتعمل هاي القصة يا ليلى. تماما يا رشا، أكثر يمكن هاي القصص نفسية بتصير مع الطلاب، وجع البطن حتى الصداع، وكثير من القصص وكثير من الأطفال اليوم بيعانوا من مشاكل بآلام البطن. اليوم رح نتعرف مع ضيفنا على المواضيع لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، العوارض وأبرز الأسباب اللي بتسبب آلام البطن. اليوم في منا ممكن يكون عارض وممكن منا بده يستدعي علاجات، وبجوز في بعض الأحيان منا بيستدعي عمل جراحي. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، دكتور زياد غانم، اختصاصي أمراض داخلية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير لكم، للإخبارية السورية، للأخوة المشاهدين الأحباء، شكرا لكم. شكرا دكتور، وصباح الخير لك حكيم، اهلا وسهلا. اليوم خلينا نتفق بدايه، نحن عم نحكي عن حاله عرضيه وليس مرضيه بترافق المريض كل عمره. خلينا بالمصطلح العلمي والطبي نعرف بالام البطن. الام البطن رشا قد يكون مثل ما قلتي باغلب الاحيان عرضي، يعني ممكن يكون ناتج عن تقلصات بطنيه باي مكان بالبطن، بالمعده، بالكولون، بالامعاء الدقيقه، بمنطقه الكبد اللي هي المراره. ممكن يكون الم بولي نتيجه رمال بوليه او نتيجه الحاح بولي او التهابات بوليه بالمثانه، بالحوالب، بالكليه، او ممكن يكون كمان الم ناتج عن تشنج هيكلي عضلي. الاولاد بيلعبوا كثير بالمدرسه فممكن يتشنج العضلات البطنيه، اللي بيوجعني بطني يكون الوجع خارجي. نعم، هي هو التقلصات اللي ممكن تسبب الام البطن اكثر شيء. طيب دكتور، اليوم ما يمكن في اسباب تكون خفيفه ممكن انها تتعالج بالمنزل او علاج عند طبيب، وممكن في بعض الاسباب تكون حاده ممكن انها في بعض الاحيان انها تستدعي لعمل جراحي. خلينا نحكي عن ابرز الاسباب ونحكي من المراحل البدائيه او المراحل خلينا نقول العارضه والمراحل الحاده اللي بتستدعي فعلا طبيب وبتستدعي عمل جراحي. تمام، شكرا لك. من أهم الآلام اللي بتصير عند الأطفال بسن المدرسة هي أكثر شيء مثل ما حكيت رشا، تغير الفصول. اليوم نقلنا من الصيف على الخريف، بالنهار شوب، بالليل برد. كمان بالإضافة لها شيء، تغير نمط الحياة وتغير الجو الاجتماعي، من ألعابه، من سريره، من حارته، من اللعب، إلى الجو الجدي، جو المدرسة. بيصير تحول نفسي، بيصير بقى الطفل في رهبة، في رهاب اجتماعي، في قلق من الواجبات، من الدراسة، من الجو الاجتماعي الجديد، كله بيسبب مغص بطني. من الأسباب أيضا الإمساك مثلا، ومن الأسباب الشائعة أيضا هي أنه التخمة مثلا، بتقول له أمه كل ما بقى في أكل حتى ترجع من المدرسة، بيقوم بيأكل كتير، بيقوم نتيجة التخمة بيصير في عنده هالمغص هذا، أو بروح بخبص بالمدرسة. بالضبط، كمان الأكلات، الحلويات، الأكلات الطيبة، هالشغلات اللي بيأكلوها كلها ممكن تعمل أيضا مغص بطني. المغص البطني أسبابه كثيرة، يعني اليوم إذا بدك نحكي عن الأسباب، في أسباب مثلا ممكن يكون رد على البطن أحيانا نتيجة الألعاب، بيلعبوا بالمدرسة لعب بيكونوا متحمسين كثير فممكن يكون رد أحيانا، ممكن يكون رمال بولية أو ممكن يكون التهاب بولي بسبب مغص، ممكن أيضا الإسهال بيعمل، ممكن العدوى اللي هي تسممات غذائية، ممكن آكل شيء قصة بالمدرسة، أكلة طيبة أو شيء جديدة تعمل له تحسس غذائي تسبب مغص، كل هالأمور ممكن تكون سبب للمغص. طيب اليوم كونه نحن عم نذكر هدول الأسباب بحاجة لتشخيص معين، هل اليوم الطفل بحاجة لإيكول، بحاجة لتحاليل، أو ممكن الفحص السريري يبين معك دكتور شو الحالة؟ معظم الشكايات مثل ما قلنا عم تكون بسيطة وشافية، إلا بعض الشكايات بدها التشخيص من خلال الفحص. الفحص أول شيء نبلش بفحص العلامات الحيوية، منشوف الحرارة، منشوف مكان المغص اللي عم يشتكي منه الطفل، كل مكان وله تحته عضو بيعطي انعكاس للشيء اللي عم يشتكي منه. الألم بالأخير هو إشارة لازم نلتقطها ونمشي معها لحتى نعرف شو السبب بالضبط ونعالجه.
دوما التشخيص بيتم بالفحص السريري بشكل أولي. إذا ما كان في عندي علامات صارخة مثل حرارة شديدة أو ألم بطني شديد متنقل أو شيء، هذا الألم ممكن تشخيصه بالعيادة بالفحص السريري، أو ممكن نعمل إيكو استقصاءات إضافية اللي هي التحاليل. احيانا ممكن الالتهاب الزايد يكون بده تعداد عام وصيغه، احيانا في الالتهابات البوليه بده تحليل او الرمال البوليه او الحصيات. في قصص كثير بنشوفها. انا شفت احد الاطفال كان يعني تعبان كثير ومشخصي له كثير قصص، حطيناه على الايكو طلع عنده حصيه ساد الاحليل ومتجمع البول وراها، واصل لمرحله عامل استسقاء بالكلي، عملنا له قسطره بالعياده لحتى ارتاح. بتشوفي هالقصص كثير. فالتشخيص موضوع له علاقة بمكان الشكاية والأعراض المرافقة تماما. طيب دكتور، اليوم أغلب الأهالي اليوم موجود عندهم دواء المغص بالبيت بيعالجوا أطفالهم، خلاص نحن تعودنا على هي القصة، يمكن بتاخذ دواء من عند جارته، هذا عطيته لابني استفاد عليه، دائما ما في داعي نروح لعند طبيب. يمكن في بعض الأحيان بيستفيد الطفل لحد معين على الدواء أو تكرار هذا الشيء، بتشوف هذا الشيء صحيح دكتور؟ هلا انا بتمنى انه هالموضوع هذا يتم بالتنسيق مع الطبيب. بحكي مع الطبيب، الطبيب يعني ممكن يساعدني بيقول لي شو عندك دواء واعطيه وشو وضع الدواء. احيانا بيكون دواء مفتوح بالبراد، معظم الاهالي بيشيلوا ادويه على جنب، احيانا بتكون مسكره مختومه او احيانا بتكون مفتوحه من فتره. الادويه شرابات الاطفال بس انفتحت دخل عليها الهواء صار فيها مستعمرات جرثوميه، لو كانت بالبراد، البراد ما بيقتل الجراثيم بس ببطئ تكاثر الجراثيم، بالتالي صار عندي مستعمرات جرثوميه موجوده بقلب الشراب، صارت هي بحد ذاتها ماده سامه ممكن تسبب مشاكل اضافيه. تدخل الاهل احيانا قد يكون مصيب يعني او مناسب، وقد يكون مصيبه يعني او كارثي، لانه بدها ثقافه اليوم طبيه بالضبط يعني هالموضوع هذا. احيانا مثلا احد الحالات تحكي معي سيدي قالت لي كانت تعبانه اعطيتها تحميل الديكلون عيار 100 او طفل صغير كثير ديكلون، قالت لي انت وصفت لها ال 125، قلت لها 125 سيتامول 25 يوم الطفل بياخذ 25 وفي ال 125 سيتامول سيتامول هذاك الشيء وهذاك الشيء، فما في ما بدنا نحن هالموضوع احيانا بيتداخلوا عليه بطريقه ممكن تكون مؤذيه. واحيانا كمان ممكن يكون المرض خطير، مثلا مثل ما قلنا هلا الاحتباس البول واستسقاء الكلي، او ممكن يكون التهاب زايد يجي بسكن تسكين قوي مثلا، بكون انا تفاقمت المشكله. التسكين هو عباره عن تشويش للاشاره الالميه، الالم اشاره انه في مشكله بدها علاج، فالتسكين هو تشويش وبالتالي انا تفاقمت المشكله نتيجه التسكين. فالعلاجات المنزليه اوكي، ولكن بالتنسيق مع الطبيب يفضل هالموضوع هذا تمام، ولكن بالتنسيق مع الطبيب. أحيانا مثلا ممكن يكون في طفل عنده إقياءات، بيجي فورا بعطيه مضاد إقياء وهذا الشيء غلط. الإقياء هو في ميكروب أو شيء غريب موجود بالمعدة، المعدة عم تحاول تتخلص منه مشان ما يروح باتجاه الأمعاء، أفضل أنه تتخلص منه بالضبط اليوم. فبيجي أنا بيعطوه مضاد إقياء فتحت المعدة باتجاه الأمعاء، بدل ما كان العامل المبرد عم يطلع من المعدة راح باتجاه الأمعاء، صارت المشكلة باتجاه الأمعاء. صح. فلا بشربوا مي فاتره، بشربوا مي فاتره ويتقيأ مثل كانه عندي وعاء بدي غسله غسيل معدي بالبيت، هذا بشربه عم تحاول انه تخلص منه بالضبط. بس تمام. او احيانا مثلا بيكون في اسهال بيعطوه مسكنات للاسهال او بيعطوه احيانا بطاطا وشغلات هيك تمسك حمية. البطن حميه، هذا الشيء غلط. هلا عن جديد الاسهال هو جرثوم عم يحاول ينخر بجدار الامعاء ويفوت على الدم، فالامعاء عم تضخ له مي وتقول له تسهل روح الله يسهل. والله يا دكتور حكيت معلومه اليوم يعني جديده، خليني اقول لك يعني اليوم كل الامهات وقت اللي بيكون في اقياء واسهال عند الطفل بيروحوا للحميه لبن تفاح بطاطا، يعني اليوم انت عم تقول هذا شيء غلط. بحاول انا قد ما فيني انه اعوض له السوائل اللي عم يفقدها بكل الوسائل، كل شيء بخليه يسهل بطعميه. ليش؟ عم يزرب من تحت بصب له من فوق مشان ينضف بسرعه، مشان نظيف، اول شيء بينضف وثاني شيء ما بيصير عنده تجفاف، وهذا الشيء كثير ضروري. طيب دائما احنا علبه شراب المودال موجوده بكل البرادات عند الامهات يعني بياخذوها. طيب دكتور اليوم وقت اللي بيكون في مغص عند اطفالنا كثير من الامهات ونحن اكيد استخدمناها انه نروح لنعطي شيء دافي زهورات طبيعيه، بس مو كل الزهورات ممكن يكون لها شيء ايجابي، ممكن تكون رده فعلها عكسيه. هلا انا بعرف احيانا من تجربه انه النعناع بالمعده بيعمل مشكله بيزيد المغص المعوي اذا كان بالمعده بالضبط. فاليوم تداخل بالزهورات منيح، ولكن يكون نوع واحد ومخفف جدا، لانه ممكن يعمل تهيج اضافي، واحيانا في ممكن يعملوا خلطه، الخلطه ممكن تعمل تداخل سمي،
يعني كلها مواد كيميائية هي بالنهاية بتتداخل مع بعضها وبتعمل لي نتيجة عكسية، ما بيمشي الحال هيك، لا نوع واحد بيكون محدد يعني بابونيج كمون شغلات هيك بسيطة وخفيفة ولطيفة، ما تكون أكثر شيء ممكن يشربه للطفل اللي عنده مغص هو المي. مي دافي. المي أحسن شيء وأفضل شيء، لأن المي ما بتحمل شيء إلا كل السلام، يعني يا بتطلع يا بتروح. طب دكتور إذا بدنا نروح للأطفال اللي عمر تحت السنتين، اليوم هذا الطفل لا بيعرف يعبر ولا يحكي شو عم يجعه، والأهل بيضيعوا هون اليوم أكثر الأعراض اللي ممكن فعلا تلفت النظر، وبالإضافة للمشروبات اللي عم تذكرها حضرتك كمان، دائما الأهالي من عمر يمكن الشهر والشهرين بيروحوا لليانسون هاي العادات إنه هاي للمغص يانسون نايم مرتاحوا خلص شو ما كل ما بكي الطفل يلا شوية يانسون، فهل هذا الشيء غلط وكيف ممكن فعلا يعرفوا إنه هو عم يشكي من مغص؟ هلا اليوم الطفل في عنده دراسات جديده، الخبراء بيعرفوا من خلال نغمه البكاء شو وضعه بالضبط. في نغمه بكاء انا جوعان، نغمه بكاء انا مالل، نغمه بكاء انا نعسان، نغمه بكاء انا موجوع او عندي الم. فهون هي القصه ممكن يكشفها الطبيب. الاهل راح يحاولوا بكل الوسائل، راح يطعموه وراح يحاولوا يسكنوا بكل الوسائل، راح يحاولوا يسلوه وينيموه، اذا ما مشي الحال اكيد لازم يتدخل الطبيب. بموضوع اليانسون، اليانسون بالاخير يعني بيتاخذ بطريقه هيك معتدله، مخفف. لانه بض مخفف وكميات قليله وبجرعات قليله، لانه بالاخير انا كمان يعني ما بدي اعمل له اياه مثل المخدر وضل هيك خليه خارج الخدمه، يعني لا بدي انا بسكنه مره تسكن منيح، ما تسكن ما بعيده وبكفي مره او مرتين ما اكثر من هيك. اليانسون او كل الزهورات اللي مثله ممكن تعمل تخلف عقلي او ممكن تعمل ردات فعل عكسية للجسم أحيانا دكتور، وخاصة اليوم نحن عم نتعامل مع طفل بهذا العمر دائما بحاجة إلى تشخيص الطبيب. طيب دكتور خلينا نركز شوي على محور فقرتنا وهن طلاب المدارس وبداية العام الدراسي. في ممارسات خاطئة جدا لطلاب المدارس ممكن يعملوها بينهم بين رفقاتهم، بنظافتهم، بياكلوا من أكل غيرهم، الحنفية اللي بحطوا تمن عليها بشكل عشوائي يعني. بالضبط رشا، هالموضوع هذا بنشوفه كثير ببداية العام الدراسي، واكثر شيء بحب ركز عليه اليوم هو موضوع ضبط العدوى مثل ما قلتي. يعني احنا اليوم ما بتتخيلي قديش في امراض وبائيه ممكن تعمل كوارث. بيتشاركوا عبوه المي، بيتشاركوا السندويشات، بيتشاركوا الاكلات مع بعض، التماس المباشر مع بعضهم، ممكن يروحوا باتجاه الحمامات وما يغسلوا ايديهم، كل واحد بيكون جايب لي تاتش او جايب لي محارم معطره. يا جماعه في فيروسات بدها 4000 درجه مئويه لتموت، يعني أرقام مخيفة، مثل صهر الحديد، مثل مثلاً التهاب الكبد الوبائي اللي هو فيروس ممكن يصيب الكبد، في منه أنواع خطيرة اللي هي البي. البي إذا أصاب الكبد مو بس بيسبب مغص، بيسبب سرطان وموت. أنا بذكر من الأمراض الوبائية بال 2013، إذا لازم نحكي عن هالموضوع هذا لأني كتير بيصير بالمدارس وكتير بيصير بالتجمعات بين الأطفال اللي ما عندهم الوعي الكافي، لذلك هالموضوع هذا الأطفال بهالعمر هذا لازم يصير في جلسات تثقيف صحي ملائم لكل مرحلة. كان بتذكر بفترة بال 2013 صار في أوبئة كتير، صار في مثلا حالات، سجل حالات شلل أطفال بدير الزور يوم استنفر القطاع صحي كله. شلل الأطفال مثلا من الأمراض الخطيرة جدا، بتسبب شلل رخو عند الأطفال وبتسبب الموت حتى. فاليوم هالموضوع هذا وكل الأوبئة المشابهة، التهاب الكبد بي، الكوليرا، الالتهابات اللي ممكن تكون تنفسية علوية مثل الكورونا بتتذكروا، وكلها عملت التهابات خطيرة وعملت أوبئة خطيرة وانتشرت بطريقة كتير صعبة، لولا وجود الوعي الصحي كانت الأمور أصعب من هيك. طب اليوم دكتور هذا الشيء لازم يكون حتى من المنزل، اليوم الأهالي لازم يكون في توعية للطفل قبل ما يروح على المدرسة على طريقة النظافة الشخصية لحاله حتى يستعمل غراضه وما يستخدم غراض غيره، حتى يمكن في رعاية بهي الحالة بالمنزل. خلينا نحكي أكثر عن الرعاية المنزلية اللي هي ضرورية بهي الحالات. بالضبط، الرعاية المنزلية أكثر شيء لازم يعني يصير في تهيئة للطفل ليروح على المدرسة وهو عارفان لوين يروح. يعني أنا بعرف مثلا طلاب المدارس بالمرحلة الأولى اللي هي الصف الأول الابتدائي ممكن فايت على المدرسة يقول للآنسي ماما بدي بشوشة، يعني يتعامل بها العفوية هي، أو فالموضوع بدنا نوعيه كثير لحتى يصير جاهز ليفوت على المدرسة، من ناحية التعقيم، من ناحية غسيل الإيد، من ناحية النظافة الشخصية، من كل الأمور اللي تماما ممكن يكون جاهز، حتى من ناحية الأكل، من ناحية الشرب.
أكيد اليوم دكتور إجراءات وقائية من كان الأهل أو الطفل أو حتى اليوم الكادر التدريسي هو صار مسؤول مشترك مع الأهل ليحافظوا على نظافة هذا الطالب ويحموه من انتقال أي فيروس لإله. بدنا نشكر وجودك اليوم الدكتور زياد غانم. شكراً لكل النصائح يلي ذكرتها. أكيد اليوم كل الأمهات استفادت منها، والصحة والسلامة للجميع. أكيد أكيد شكراً لحضورك معنا. أكيد بنتمنى السلامة للجميع. بقية نهار حلو لك دكتور. يعطيكم العافية.